كوثر براني. راشيد شو. في نظرك كوثر شكون هو احسن صوت نسائي مغربي تخرج من برنامج عرب ايدول في هذه الاسماء اللي غنعطيك؟ واش دنيا باطمه، كوثر براني، ولا سلمى رشيد؟ قلت ولا زال اقول انه دنيا باطمه من احسن الاصوات اللي مرت، مش في عرب ايدول فقط، في برامج اكتشاف المواهب عامه. دونك دنيا باطمه. شو كاين هنا؟ نعم، شنو كاين هنا؟ تما كاين اسئله جوكر. اها، الى عرفتي شي جواب ممكن تلقاي السؤال الموالي جوكر. اها، تما ومن غير جوكر اش كاين تما؟ ممكن تكتشفي بنفسك. حيدي حيدي هذاك. يا رب الله فينك يا لريزا. احنا شاهد بصح بالعالي. نعم بصح. حيدي هذاك. لا بلاش والله، لا بلاش. كوثر براني، بعض الناس كيشككوا، بعض الناس كيشككوا في مصداقية ديال البرنامج عرب ايدول، خصوصا في المشاركة ديالك. بعض الناس قالوا بانه كانت نوع من المحاباة من الفنانة أحلام الكوثر، ويمكن أول مرة كتنزل واحد البوست في تويتر باش كتعاونك وكتطالب الناس أنهم يصوتوا عليك. هذه القضية طرحت علامة استفهام حول مصداقية ديال هذا البرنامج. هذا شو زعما بغيت تقول أنه أنا كان عندي تدخلات أو حاجة باش البرنامج؟ ما فهمتكش. نعم. لا أبدا، أنا مشيت بحالي في حال كاع الناس. باقي كنتذكر انه مشيت فقط 3 الصباح انا وصاحبتي سكينه اللي كانت معايا في البرنامج واللي ما حلفاش لحد، ومشينا وصلنا للاوتيل اللي غندوزو فيه الكاستينغ مع 6 الصباح، ودخلنا لداخل الاوتيل مع 12 ديال الظهر. فاللي كان غيتقدم له كاع هذا اللوفخ هذا، وغنكون انا من الناس اللي عندي كاع التدخلات، كنت غندخل بلا تماره كلها. وبالعكس الفنانه احلام من الفنانات اللي كيحبوا المملكه المغربيه واللي كيحبوا المراه المغربيه، اللهم لك الحمد، حبات الغناء ديالي وحبات الموهبه ديالي، وطلبت الجمهور ديالها انه يدعمني ويصوت لي. بالعكس هذا فخر ليا، وكنعتبر داك الكومنت اللي عطاتوني وانا كنغني كومنت ملكي على صدري. فبالعكس ما كان لها حتى شي تدخل، مشيت وعانيت وضربنا تماره، وكان البرنامج كمعسكر. اي مرحله وصلت لها، وصلت لها بعرق جبيني. كوثر براني، شنو هو احسن صوت رجالي بين الاسماء اللي غنعطيك؟ اصوات شابه مغربيه، بدر سلطان، نزار ايديل، هاني خطاب. شوف هاني خطاب ديالنا، دونك بلا ما بلا ما نخليه. كلهم اصوات كنحبهم. فين كاين هادشي؟ مي 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 مي. شو هذا؟ هاد البلو لتحت هذا؟ وبعيدة رشيد. مزيان، برافو. برافو. قرايه لينا السؤال. شنو هي؟ شنو هي أقبح صفة؟
كتكريها في الرجال. كبرت كذوب كنا كنكذبو تنتيا واخا كشوف الكذوب ماشي صفه متسقه في الرجل فقط يعني باش نكون واضحين، ولكن يمكن كاين شي رجال كيزيدو شويه. كوثر براني، كنعرفوا ان عندك واحد الاخ ديالك ما كيتكلمش وما كيسمعش. صح. اليوم من رشيد شو نخلي لك الكلمه تواصلي معاه بطريقتك، شنو ممكن تقولي لي اليوم؟ غنقول ليه انا جو تيم بوكو، وغنوجه رساله ماشي ليه هو المره، غنوجه رساله للمسؤولين وزارة الصحة على ما أظن، أنه يهتموا بهاد الأطفال هادو، ويهتموا بهاد الناس اللي كيعانيوا وهاد المعاناة. كان صعوبة في التواصل، أنا مثلا خويا اضطر أنه يسافر برا البلاد باش يتعلم شوية لغة الإشارة، باش يتعلم الليبسينغ شوية، فبلادنا أكيد فيها حالات كثيرة مثل حالاته، وكنتمنى أنه المسؤولين يسلطوا الضوء على هاد الشيء ويخصوا مراكز. أنا اليوم أخويا عنده 15 سنة وما عارفينش شنو غيخدم، ما عارفينش فين غيتكون، ما عارفينش بزاف ديال الحوايج، فكنتمنى انه يتم تسليط الضوء على هذه الحاله. وكنقول له كيف ما قلت جو تام بوكو. كوثر براني.